Gracias.
راحل الطيب الصديقي الذي يجمعنا في هذه الأمسية الرمضانية من أجل يعني إتاحة فرصة ولحظة مميزة وعمق فيها مجالات إبداعية مختلفة فيها المسرح وفيها السينما وفيها الثقافة والفكر والفن بشكل عام. نجدد الشكر دائما لكل من حضر في هذا اللقاء، لأنه الحضور في هذه الأمسية وكذلك يعني التعبير عن مدى وفاء ومدى حب هذه الوجوه للفنان الطيب الصديقي، بمعنى أننا أمام صفوة محبي هذا الرجل وأصدقائه ومحبيه الأوفياء الذين يحضرون في هذه الأمسية. السلام عليكم. دوكا تدور أولا قبل كل شيء شكرا للحضور الكريم، شكرا للفنانين والفنانات والباحثين والكاتبين والمبدعين اللي بداوا الدعوة على الضيفة. جيت جوني جامي سويتي دو فيليسيتاسيون. نتمنى ان هذه الصداقه ان شاء الله تزيد القدام غراسا طون تيبلت المسرح مع مسرح الناس علاقه وطيده جدا. ميرسي لا ديفا بروفيسور خالد مسعايا. استغرام عندي كذلك افلام وثائقيه وفيلم شاري سينمائي بزاف اللي توج في ايام قرطاس السينمائيه 84 اللي غتشوفوا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن علاقة المسرح بالسينما غنخلي الكلمة للأعضاء الكرام وغنشكر الحضور الكريم وهاد الأسماء الباهية. ما نقدرش نقول كل شيء ولكن فو غوكوناتخي فو زيت توس دي زامي وانتوما قبل كل شيء أوفياء لذاكرة المسرح المغربي. وحنا ما كنشوفوش غير اللون، بالعكس كنشوفو ديما القدام. يعني كنشوفو القدام كنقولو كاينة واحد الممارسة مسرحية والناس اللي عايشوا الطيب الصديقي ولا اللي ما عايشوش تاثروا به سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، ولكن هذه ممارسه مسرحيه بغينا نطبقوها وبغينا نأسسوها في اطار انتاجات مسرحيه في اطار تظاهرات ثقافيه وكذلك في اطار ما سنسميه ان شاء الله ايام صديقي. الله تفعلنا عليها التكريم العظيم اللي علمونا طالبين تسليم اللي سبقونا. تحيه لكم وشكرا على حضوركم. ميرسي بوكو. اطولونا. من باحثين وصحفيين ومثقفين اللي حاضرين في اللقاء هذه، ايضا شرف عظيم. ربما انني لست كفء امام الكثير منهم لاكون في هذا المحل هذا، اقولها ماشي سون فوس موديستي كونتخيغ. غادي نتكلموا اظن سي لو شوا براتيكمون دو تو موند كيما تيقول الكيليتو. غادي نتكلموا بكل اللغات. سنوات وانا اشتغلت معاه ايضا في الفيل والسراويل. الطيب صديقي هذا الفنان المتعدد اللي هو رجل مسرح بامتياز ولكن رجل الصوره، لانه في المسرح ايضا اشتغل على الصوره، اشتغل على بناء التركيبه ديال المشاهد والتركيبه ديال السين والتركيبه ديال سواء في لا بروفوندور دو لا سين من جانب السينوغرافي ولا الجماليه ديال اختيار الالوان. رفقه الكبيره ماريا صديقي ولا حتى رفقه الفنانين اللي كانوا كيشتغلوا معاه في الفرقه الله يرحمهم ما سلامات والله يطول في عمرهم، يعني الصديقي عبد الرزاق ولا الخليلي وجانب يعني احنا C'est un bon exemple pour l'Atfal, pour Chevel, pour les créateurs et surtout le moment difficile des menus ou de la mort. Là il faut en parler. Khatibi, tu veux dire que le problème est que le mort, c'est qu'on a une amouette supérieure à la vie. C'est ce que je veux dire. Nous vivons, nous sommes dépassés par les morts. Nous sommes tranquilles. utile, etc., tout ce qu'on veut. Voilà qu'il m'adore l'arrière. Le collège, le collège, arbre de l'Ustéré, d'avoir un jour, qui va chanter à la haram, un haram, un sang, l'alem. اسم كيجي لبالنا بسرعة هو الطيب الصديقي. هذا هو الطيب، il ne fait rien sans rien. Tout est calculé, tout est mesuré. حال في الإبداع ديالو المتقول
بحال في الحياه ديالو الشخصيه امتي كذلك. هو رجل كما قال السيد الملك رجل نكته. اتذكر انا واحد المره كان عيط ليا قال لي خصك تجي. قلت لي واخا ما نجي هذيك بليزير. قال لي لا جيب وحدك. هذه من بين الحوايج اللي كيقول لنا السيد الصديقي لانه رحمه الله وكيبقى حاضر بقوه وخصنا نستحضروه ونكتشفوه اكثر بالنسبه للاجيال الحاضره اللي باقي مع السهوله اللي دارتها الثوره الرقيه خصنا نرجعوا للرموز بحال الطيب الصديقي لان كتعطي واحد البعد اخر للعمل الابداعي. وشكرا جزيلا لسي باكر اللي جمعنا وحنا معاه نعاونوه ان شاء الله في المؤسسه كما احتاجنا حنا موجودين. والسيده راه كتهضر معنا انا نقول غير حاجه كنت محظوظ لان من غير الزفت يعني جميع ما صور طيب الصديقي تقريبا بكر عنده الشهادات وعنده ليزارشيف كنت انا كنصور طيب وكنا كنضحكوا ونلعبوا ونصوروا مزيان نقول لي بغيت هادي ما بغيتش هادي كل لا 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 هادشي اللي بغيت سهلين وحنا خدامين. نكونوا عمليين إنتاج وتطوير وبإنشاء كل الأشياء التي تهمنا من خلال هذا الرجل.